أصدقائي، قبل ما نبلش المقطع بدي أقولكم ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا القناة وتتابعوني على حسابي على إنستغرام. والله بقولكم مشاهدة ممتعة. شوفوا يا شباب، هالمرة هذا الفريق جديد، هذا الفريق لعيب ما نخسر قدامه، كلياتكم شدوا الهمة. يا عيني عليك، شوف 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 قدمتوا، يا عيني عليك. ودك هذا الوقت بفضل بالشحن، ما بفضل غير بالأوقات الحرجة، وقت اللي بلزمني بفضل. وين حطيت الشاحن أنا؟ وبعدين مع الكهرباء بدك بدنا نخلص من القصة، ونحن لازم نجيب مصلح با. وين أبوي؟ وينه؟ وينه؟ بابا؟ بابا؟ أنت صار لازم تشوف لنا حل الكهرباء، ما في بريد شغال بالبيت. إي والله معه حق الولد، ما عم نقدر نشتغل شغلة بالكهرباء، مطبخ ما عم بقدر أعمل شيء، كله متعطل. أبو عبادة جيب لنا مصلح. اسخب عبادة اسخب. اسخب؟ اسخب؟ إيش قصدك أم عبادة؟ أنا بخيل؟ يعني أنا بخيل أصلاً؟ صيت طلعتيه علي ومشي، بس بسيطة. ماشي يا أم عبادة، رايح اجيب لكم مصلح، راح ادوق هذا المصلح، بس راح ارد لك اياها وراح افرجيك انه انت البخيله مو انا. بسيطه، وين التليفون؟ ايه، وانتو كمان اشتركوا بالقناه وفعلوا زر الجرس. ها، ما كفيني هن كمان، اصيروا انتو كمان علي، اشتركوا بالقناه وفعلوا زر الجرس، عيطوا طرقكم، حطوا لايك كمان. وين التليفون؟ اديله. مين عبد الله ابوي؟ الو، معي ابو سعدو الكهربجي؟ لا لا، انا سعدو ابن ابو سعدو. ابو سعدو لسه ما اجى من الشغل. يخرب بيتك، كمان انت طالع غليظ وصقيل لابوك. وين ابوك يا ولد؟ ولك مين هو معي على التليفون؟ انا عمك ابو عباده، وبدي ابوك بشغله ضروريه. ايه، شو الشغل يعني؟ ولك شغل شغل، شو عم تحبوا تستفسروا؟ ليش قدامك سميك؟ شغل عندي بالبيت، كهرباء متعطله، بدي صلح لي اياها. ايه بس حاليا ما له موجود. ايه شو الحال يعني؟ في عندكم حدا بالبيت بفهم بالكهرباء غير ابوك؟ طبعا، ولو في انا 15 سنه بمصلحه، بعد بقى على كيف كيفك. انت بس قل لي ايش مشكله عندك بالبيت؟ 15 سنه خبره قلت لي، ليش انت بلا صغر ايش عم رقبل الله ابني؟ وبلك هلا هو مو 15 يعني، انت مسكت ال 15 بس، انت مالك؟ ابعتي بس الموقع على الواتس و10 دقائق بكون عندك. ماشي، راح ابعتك هلا الموقع على الواتس، تعال بسرعه لا تاخر. نشط، ايش هالجيل هاد؟ يخرب بيتهم من حالهم. تعوا يا اولاد ابعتوا له الموقع على الواتس على الفتس تبع شو اسمه، تعوا على طردكم. يا الله، خذوا طريقي يا حريم. مع انك لو جايب الطياره ما تصهر بهالسرعه هاي، بس دخول خلصني. مع انه والله قلبي ماله مرتاح لك. دخول دخول. انت ما تحكروا الهم طويل، محسوبك جبل. يعني على كيف كيفك، انت بس هلا روح استنوالي كاسة مي بمعين بدخلك تكون مثل الوجه الكويس، بتجي بتطعيني خالص، لا توقف وراسي. رو كاسة مي؟ لك ليش انت لحقت تشتغل حتى تعطش؟ وراح زهر مي البخاري، رايح اجيب لك اياها يا جبل. اذا قلنا هي لوحة قواطئ، فلذلك العطر راح يكون من هون، خليني اشوف هون. ما في كهرباء، ما كلهم وصلنا بالكهرباء، لازم توصلوها بالكهرباء، بقى لي من الاول. يا ربي دخيلك يبليك بقتلك. قولي لب البيت، قولي هربت يا ابن الحرام، خربت وهربت، الله لا يوفقك. قولي اجاني الفالج، ولك انت ما عرفت تتصل غير بهالاجنب هاد. ولك ليش انا اتصلت عليه؟ انا ما اتصلت عليه، اتصلت على ابوه. صح ابوه، انا لازم ادق لابوه اخبره بكل شيء، لازم. يخرب بيته من حاله. الو الو، نعم ابو سعدو معي؟ اي نعم ابو سعدو، بشحمه ولحمه، تفضل. ولك روح، الله لا يوفقك، كيف ما لفت وتشح انت وابنك؟ ولك يخرب بيتك من حالك، مش وايد اتصلت عليك، كان بدي اياك تيجي تصلح لي عندي عطل كهرباء بالبيت. ام رد علي ابنك، قلت له بتفهم بالكهرباء اعمل لي حاله معلم، جاب حاله واجى لعندي، قام يشتغل بالكهرباء ولا نزع كلها، تخرب لي كل كهرباء البيت، يخرب بيته من حاله. عجبك هيك؟ قل له ما اتيس منك غير ابنك، قل له. ايه يا عم تضحك؟ ولك يخرب بيت بنوط اعصابك، اسمعوا لك
قانونا بحاكمك بالقانون. بدك تجي تصلح لي كل شيء خربه ابنك وعلى حسابك، فهمان؟ اخ يا بوبو عيني، شو هالتيدو على مسؤوليتي؟ ما في شيء على حسابي بنوب. فتح عينك عيني شوف، انت اتصلت واخذته لابني، حدا قال لك تجيبه شيء؟ حدا ضربك على ايدك؟ ما حدا ضربك، انت جبته. لا تحشني بالنص الله يرضى عليك. ولك شلون يعني ما اتحشك؟ شلون ما اتحشك؟ انت مالك ابوه؟ هذا ماله ابنك؟ ولك يخرب بيتكم من حقكم، ان شاء الله بعدمكم انتو الجوز. قول امين. امين. حمار معبب بنطلون. شوف هاليوم من الاخير انا مالي مصلحه بالموضوع طاول. روح شوف لك مصلح تاني خارجي يصلح لك، ربط اتصل لعندي طاول بخاطرك. طول بالك طول بالك ابسعدو، انت ليش هيك هالعصبي؟ طول بالك. خلاص هيو تعال صلح لنا الكهرباء، وبدك يا رحضر. خلاص بدك يا بعطيك يا تعب. وانا ايش بتمني بعد ما اجي واشتغل شغلي تجي تبقى تقول لي ابنك وابنك وابنك وتطلعني من المولد بلا حمص؟ قولك هلا اترك لي الحمص والفول والمسبحه والفته. خلاص عم بقول لك تعال، وبدك يا بحضر. خلاص بدك يا بتاخده، تعال خلصنا بقى. ماشي يا سيدي جايك. انا بيتك ما غيره مو؟ قولك ايه ما غيره ما غيره. ينفخوا معلاق، نفخت معلاقي بسرعه. يخرب بيته من حاله جرتني. جاي الاب. هلا كنا بالولد، صرنا هلا بالاب وابنه. الله يستر هلا بيجي ابي يفجر لنا البيت. انا متاكده من هذا الشيء، انا متاكده. اوه يا جماعه كل شيء خربان عندكم، براد، غسالة، فرن، وغيره وغيره وغيره. لك ما بقت اعرف نين بدي ابلش. يخرب بيتك، حتى صحن بسكويتات يا اكلته سم الهاري. اوعو بدا دخيلك ما تواخذني، وانا بطلع لك على لمبة البراد. ضربت عيني على الزيش وتها صحن فيه بسكويتات، والله وكيلك عصافير ببتني على الزغزي. قلت اكبس يوم معك تلوات ما تعملوا العشاء. ولكن ان شاء الله سم ني وعسل. انت بس قوم اشتغل وكل ايش بدك كل ايش بدك من جبلك، بس قوم اشتغل. ولك القريضة طاردك، قوم اشتغل جاي تبروك. قولي بالك معبدة، طولي بالك، العمر بيخلص والشغل ما بيخلص. خدينا بحنانك، ايش في ورانا؟ هذا بده يفرجني اليوم. قولي دخيلكم، هذا اليوم بده يجطني، بده يجيب الفلاج، ما في مجال. ابو عبادة قوم خده خليه يشتغل، قوم خده ابي يشتغل ابي يطلع جنوني عليها. قولي دخيلكم، صار بدي حباي تحت اللسان. قولي وين الحب، وين الحب دخيلكم؟ هلا عرفنا ايش السبب. ايه ايش طلع معك بالاخير؟ خلصنا بقى ايش طلع معك. والله بدك ما تواخذني يا ابو عبادة، كهربة بيتك كلياتها خربانة، بدنا نبلش من الصفر. من الصفر؟ ايه نعم، وفي بوتشر دفع مبلغ 5000 ليرة بين شرايط وفيش وغيره وغيره وغيره. 5000؟ ولي دخيلكم مين طفى الضو؟ ولا ام عبادة شبك انفلجت؟ انا قلت لك بدك تحط 5000، هلا هو صراحة بجوز تحط 7000 يعني، الله اعلم. الله يوفقك الله يوفقك الهي ابو سعد. اقول امين. ومنين بدك تبلش؟ اول شي بدي اطلع على اللوحة الكهربائية، خذ لنا طريق. يا الله خذوا لنا طريق تفضل. انا وين حطيت البنزين؟ ابو عبادة بالله زكاتك، جيب لنا كرسي عشان نعرف نشتغل. كرسي؟ ايه مو تكرم عيونك، كرسي كرسي وهي كرسي. تفضل يا سيدي. قلك ايه والله الله يزيد فضلك يا مقدم. نعمش ولك هلا خليتني اجيبلك كرسي عشان تبرك عليه، ولك قوم اشتغل بقى يخرب بيتك. شبك ابو عبادة من وقت ما جيت هلا نزل بهدل فيني، استحي على حالك شوي. روح جيب لنا كاسة مي، روح جيب كاسة مي شي. ولك ان شاء الله زهرمان البخاري، راح اجيبلك زهرمان البخاري تتزهرمه، طول بالك. قتلوني عيون السود يا ليل ما له حدود، قتلوني 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 عيون مال. الله اسكت هات الطريق، مين هلا صوتك حلو؟ سوق شرب. لك ايه والله عشت، بس قبل ما اشرب مستحي منك والله يا ابو عبادة. وليش مستحي بقى؟ يعني انا من وقت ما جيت هلا عم بسمعك وبقول لك جاي بدون عشاء وعصافير بطني عم بتزقزق، والله بقول ابو عبادة هلا بقول لي تفضل على العشاء، والله بقول لي جهز لك يا ابو عبادة، ظبط لنا عشاء عشان نعرف نشتغل. والله مالك بخيل مالك بخيل. قولك ولك قطع شعري اشعش اغراضي ولو اشرفك مع البالكون اذبحك وابتدي فيك يخرب بيتك من حالك. بدك تدولك كمان؟ ولك يا ابن الحرام من وقت ما جيت طهلا اشتغلت شي انت غير خذولي وجيبولي وطعموني وشربوني؟ شو بك ابو عبادة؟ سندويشة زعتر بس تسكين الجوع، يعني ما منك شي، سندويشة زعتر بس ولو بسيطة. رايح اعمل لك شي مستعجل، الله يفتحك جات الطبخ غير شي على دمي عم بقول لك، استنى دقيقتين بس. لك ايه والله روحوا الله يرزقكم على هيك عشان ما تتعب. ايه والله
قتلوني عيون السود يا ليل ما له حدود. قتلوني 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 عيون السود. بسيطة بسيطة شغلتكم بسيطة. اوف نسيان اجيب معي الزوق يا يوم على هالنسوي. مجودة لا تعرف ابني تعمل مجودة زينة تحت على الماركت بتقول له عطيني لزاق شرططون. ايش اسمه لزاق شرططون بسرعة يلا. شرططون قلت لي انا بعرف منين بنجيب. بيتبرجع الصار معك ابسعد وما خلصت. ولك لسه ملكوع ملكوع على اخوك هذا الصغير البرغي ايش اسمه مجودة خلودي. بعدته يجيب لي لزاق ساعة ما اجى. فوق مالي ملكوع ولك عيني عن اشغالي يا جماعة فوقه كمان شي على هالشغلة هي. تفضل ابو بطيخ جبت لك لزاق مسوك. هات خلصني هات صار ساعة ما جبت لزاق. منيح ما كنت عم تجيب شي. لو عبادة صعي الله يسترك رصيدي خلصان بدي احكي مكالمة ضروري. اعطيني تليفونك الله يسترك. ابو سعدو في شي اسمه ذوق معدي عليك شي تعرف ذوق انت شي مزوق. هي تليفوني مثل ما عم بقول لك والله راح جاب بصل بندوره قام طلعت بندوره كلها معفسه بتصدق بس الو الو اوف ليش فصل هين. عزيزي المشترك ليس لديك رصيد كافي لإتمام هذه المكالمة حالياً. شكل الرصيد خلص كان يعطيني هاد ما فيه رصيد تليفونه. ما خلصت مكالمتك أبو بطيخ. هلا بيني وبينك المكالمة ما خلصت بس رصيدك خلص بسوك. ما رح أحكي شي ما رح أحكي شي خلص بس خلص. يا الله بسم الله إذا حطينا هاي هون وحطينا هديك هون. والله شكله صار خطأ صغير بدل ما أوصل الحامي مع البارد وصلت الحامي مع الحامي. أقسم بالله العظيم لا أطالع كل الخمير والفطير فيك يا ابن الحرام. عمرك من وقت ما جيت تهضى وأنا ساكتة صابرة ومتحملة. هلا أصير شوي تاني بيعرف اشتغل. خليني هنا سكتي يا بنت بس حاج لهون وبس حاجتك تعفيس اتشاهد على روحك يا سرماية يا ابن السراب هيبقى موج رجالي. بابا معلش ابلش انا اول. لا 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 كلياتكم وقفوا وتفرجوا علي وتعلموا التطبيش والجلد شلون بصير يا ابن الحرام. قولي دخيلكم